الله ودع المعادله الثانيه، ايش المعادله الثانيه؟ وين لازم تكون المعادله الثانيه اللي بتحكي بتعطيني ستيدي ستيت كونديشنز؟ ايش هي؟ تي اي. تمام، تي اي وتي ايش؟ وتي. تمام، راح يصير عندي هلا في عندي انتقال للحراره ما بين تي اي وتي. ايش في بينهم؟ مقاومه. وبعد المقاومه على فكره ايش في هون؟ كانه في كاباسيتنس. تذكرين المعادله هاي؟ تذكرين هذا الشكل في الكهرباء اللي درستوه؟ ايش عندي فرق بين هاي النقطة وهاي النقطة؟ ايش اللي بخلي الفلو يصير بالريزستر هذا؟ عندي فولتج انبوت هون وفولتج للكاباستر، مظبوط؟ شو بيصير لما بحط فرق، لما يكون في فرق بالفولتج ما بين التنين هذول؟ بصير في فلو للكرنت، بس الكرنت لما يوصل هون ايش بيعمل؟ بشحن الكاباستر. ايش بصير بالفولتج تبع الكاباستر؟ بيرتفع. طب لما يرتفع الفولتج تبع الكاباستر شو بصير الفرق بين هذا وهذا؟ بصغر ولا بيكبر؟ بصغر. ولما يصغر شو بصير بالكرنت؟ بقل. وبرد بمر كرنت بس اقل، بس الكرنت الاقل بمر شو برد بيعمل بالكاباستر؟ بشحن. وشو بيعمل بالفولتج تبعه؟ بيرفع. زي على فكره لو عندي تانك، لو عندي تانك مي وهون في عندي اورفيس، هي عندي فالف والفالف هذا في اورفيس وهون عندي مي، تذكرين هذا المثال؟ شو بيصير هلا هون؟ ايش بيطلع عندي من هون؟ فلويد فلو، مظبوط؟ الفلو هذا مع ايش بتناسب؟ لو فرضنا انه لامينر فلو مش تيربلنت فلو، بتناسب مع البريشر اللي هون، بس البريشر اللي هون مع ايش كيف بحسبه؟ بالارتفاع في رو في جي، مش هيك؟ اتش في رو في جي في رجل. لما هذا يصير فيه شويه فلو ايش راح يصير بالبريشر هون؟ راح ينزل. لما ينزل البريشر اللي هون ايش راح يصير بالفلو هون؟ راح يقل الفلو اللي هون، ولما يرد ينزل كمان. اذا هذا ما راح ينزل لينير ويز تايم، كيف راح ينزل ويز تايم بالهايت؟ مظبوط، متذكرين؟ وهذا راح يعتمد كمان على ار وسي. سي هون الاريا تبعت قاعده التانك، وار ايش هي؟ وين ار بتيجي هون؟ الاورفيس، فتحه الاورفيس اللي موجوده. اوكي؟ نفس الشيء عندنا بالحاله هاي. إذا نطلع إيش عندي؟ عندي درجة حرارة عالية ودرجة حرارة منخفضة أخفض منها. بتصير تنتقل الحرارة من هون لهون على شكل جولز بير سكند. الستيدي ستيت كونديشنز قديش كمية الفلو؟ كم جول بير سكند بتمر ات ستيدي ستيت كونديشنز؟ هلا حكينا عنها قبل شوي. كونستنت إيش هي؟ كيو. مش رح يصير عندي يدخل كيو، بس كيو انتقلت من الهيتر لل من الكهرباء للإلمنت، وكيو كمان بتنتقل من وين؟ للفلويد. تي اي للفلويد، وإذا كانه بده يضل درجة حرارة الإلمنت كونستنت، إيش لازم كيو كيو إن وكيو أوت؟ مساوية. إذا راح يصير في عندي فلو لكيو مساوي، أوكي؟ لكن هذا الكيو والفلو إذا بفكر فيه بيعتمد، مش هذا بزيد مع الفرق بدرجة الحرارة؟ قديش الفرق بدرجة الحرارة؟ مين درجة الحرارة الأعلى؟ تي اي. مين الاقل؟ تي. هذا الفرق بدرجه الحراره. لكن هذا بايش بدي اقسمه؟ يا بقسمه على ثيرمال ريزيستنس يا بضربه بثيرمال كوندكشن. شايف مضبوط؟ فبصير عندي ماشي. الكل فاهم يعني ايش؟ قارن باومز لو. ايش اومز لو بقول؟ هلا ممكن اقول انه اي شو بتساوي؟ في على ار، لكن كان ممكن ايش اقول؟ خدتوا الكوندكتنس مضبوط؟ اوكي؟ مش هاي كمان صحيحة؟ بس هاي الوحدة شو صارت؟ هاي الوحدة ايش تبعت ار؟ اوم. وهاي؟ مو او سيمنز. ايش الاس اي؟ الاس اي سيمنز مش مو. اذا نفس الشيء هاي المعادلة بتشبه معادلة اي بتساوي في في جي. اي بقابلها كيو. هاي ايش وحدتها؟ جولز بير سكند او كيلو كالوريز بير مينيت. هاي ايش وحدتها؟ يلا اعطوني الوحده المناسبه بهاي الحاله. كولومز بير سكند. هاي ايش وحدتها؟ في فولتج فولت. شايف؟ هاي ايش وحدتها؟ هاي الجريدينت. هاي اللي بتسبب الجريدينت، وهاي بتسبب جريدينت، مضبوط؟ هذه كانها فرق في الجهد، وهاي كانها فرق في الجهد، وهذا هون عندي كوندكتنس. ايش بقابله؟ اتش اي اي. اتش اي اي اللي هي الثيرمال كوندكتنس مضروب في الاريا، فصارت وحدته راح تصير وحدته
واتس بير كلفن. واتس هاي كلها واتس بير كلفن، هذه كانت واتس بير كلفن بسكوير متر، ضربناها بسكوير متر شو صارت؟ واتس بير كلفن. لما بضرب واتس بير كلفن في ايش؟ في كلفن، شو بتعطيني؟ واتس، بس الواتس هي نفسها جولز بير سكند. اوكي مضبوط، جولز بير سكند. اذا هاي صارت ستيدي ستيت كونديشنز، هذول فيش حاجه احط عليهم بار لانهم اصلا هم كونستانتس، فصارت عندي فستيدي ستيت ايكويشن صارت عندي الان تي اي تساوي تي بار زائد كيو بار على اتش دي. وهي ستيدي ستيت ايكويشن الثانيه، هي ستيدي ستيت ايكويشن الاولى، هي ستيدي ستيت ايكويشن الثانيه. هلا رح نطلع على ستيدي ستيت كونديشنز لهذا التانك.